ولدت بسميتي هاد البنت هادي اللي ربيت انا سيدرا، انا ولدتها بسميتي يعني. دخلت تولد بالفوتوكوبي ديال لاكارت ديالي انا، عطيه سميتي وعطيه سميتها، وكتدخل تولد في السبيطار بلا لاكارت. ومنين عاقوا بها صحاب السبيطار جابوا لها البوليس حتى السبيطار وداروا لها محضر في وسط السبيطار. ما بغيتش ديك البنت يرميوها ليا في ديور الدعاره، ما بغيتش ديك البنت يبداو يسعاو بيها، ما بغيتش ديك البنت انا تشرد، ما بقيت عارفه انا ديك البنت لا حيه ولا ميته، غبروها عليا في خطره. حياتها غير الفساد، عايشه غير بالفساد والسعايا، معطية عشوائي. وشكون قال هاد الناس هادو اللي داينها ماشي حتى من عائلتها؟ شكون قال هاد الناس هادو كيمارسوا الدعاره ويخليو البنت يكبروها معاهم هكاك؟ شكون قال تيدورو تيطلبوا بيها؟ حيت راه حرفتهم هادوك، حرف دوك الاخوات المنقبات، حرفت امها براسها، الام البيولوجيه الحرفه ديالها هي هادي الفساد والسعايا بالنقاب. انا شنو علاش متلفي لديك البنت مسكينه جالي لا عقلها؟ علاش ولاش مخليني انا بحال شي حمقه؟ النهار الاول ما تعطيها لياش، انا ما ضربتكش على يدك، ما قلتلكش عطيها ليا، ما رغبتك ما والو. هي اللي شهر ونص وهي كترغب، شهر ونص وهي كترغب غير لمن تعطي ديك البنت، ما خلات على من تسارت في الحومه، ما بغيش دا منها حتى واحد. وانا كتقول لي راه وحده قصير كتسيق معنا الدروج، هي اللي راه غادي تولد اللي حامله وهاربه لدارهم وباغا تولد كتشوف لمن تعطيه. حسن باش غنعرفها هي الام الحقيقيه حسن نهار اللي شدها الوجع، حيت قالت راني في السبيطار راه انا اللي حامله وانا اللي راني جيت لعندك، وراه ماشي البنت اللي كنقول اللي كتسيق معنا الدروج، راه انا هي الام الحقيقيه وانا اللي حامله. واش باقا في كلمتك معايا تاخذي البنت ولا نخليها في السبيطار ونهرب؟ ولا من يعاقوا فيها السبيطار داروا لها محضر، حيت اصلا مولفين لاكارت عندها، وانا كتكذب عليا كتقول لي لاكارت ما عنديش، وكتدخل تولد في السبيطار بلا لاكارت. ومنين عاقوا بها صحاب السبيطار جابوا لها البوليس حتى السبيطار وداروا لها محضر في وسط السبيطار. علاش؟ حيت عاطيه سميتي وسميتها. الساعة اللي كيعيطوا حمام وفاطمة كتميك هي كتحضر راسها، فاش يعيطوا لبنى كتهز راسها وتقول له نعم، فاش خافوا منها مشاو جابوا لها البوليس وداروا لها محضر في وسط السبيطار على ود دوك جوج سميات اللي عاطيه في السبيطار. ولدت بسميتي هاد البنت هادي اللي ربيت انا سيدرا، انا ولدتها بسميتي يعني. دخلت تولد بالفوتوكوبي ديال لاكارت ديالي انا، عطيه سميتي وعطيه سميتها. نعسات معاها راك حياتها هي هذيك، حياتها غير الفساد، عايشه غير بالفساد والسعايا. راه مازال واحد الاخوانيه دايره فيها خير كتخلص ليها غير الكرا، ومن غير الكرا كتخرج تفسد مبليه مكملها بالسعايا بالنقاب. كيف ما هذوك النقابات اللي جابت ليا لهنايا حتى للدار حتى هما راهم تيطلبوا كيتاجروا في الدراري الصغار، كيشوفوا لي حامله يحيدوا ليها ويعطيو اللي ما كيولدش. وانا خويا راه ماشي ما عمرني ما ولدت، راه عندي وليداتي، ولادي راهم كبار. ابني حنيت حنيت وعطفت على ديك البنت وشديتها ومديت لها بزولتي ورضعت بزولتي، ما سخيتش بها انا، تبقى تلاح من يد ليد، ما سخيتش بها. وليت تمشي هذيك البنت هكاك هباء منظور، وماشي حتى شي بنيه ديال التكرفيس، ما تستاهلش ديك البنت التكرفيس. هذا هو الحرقه اللي بقات فيا انا، هي ديك البنت ما تستاهلش التكرفيس. ويا اش غادي نقول لك، انا كانت عندي حانوت، هذيك الحانوت نهار الاول كنت دايره فيها كاسكروطات، حيدت منها كاسكروطات درت فيها سلعه ديال 5 دراهم، حيدت سلعه ديال 5 دراهم درت فيها حانوت عادي تبقالت. ما جابش الله وما عرفتش لديك الحرفه، وليت عاود حيدت داكشي كامل ودرت حانوت، رديت الحانوت ديال الكاسكروطات كما كانت في الاول. تعرفت على ديك السيده الساعه اللي كنت دايره ديك السلعه ديال 5 دراهم مع الحانوت، يكون مفتوح ركعه في السلعه ديال 5 دراهم، تيطلع بنادم كيدخل بنادم يتقدى راسو بيديه كيخسر شنو بغا، ما كتمدليش انت تقول له واش يقول لك شنو بغيتو تمدليه، كيدخل يتسرى راسو. شهر ونص وهي كتجي لعندي مع غليظه، والله هي قوية قسما بالله، ما انا بعدا كتجلس حدايا ما عرفتهاش واش هي اللي حامله، وكتقول لي وحده قصير هاربه لدارهم مع غليظه ما كتبانش، وكتلبس حوايج واسعين ما غنعرف باللي هي حتى النهار اللي شدها الوجع عاد عرفتها هي اللي حامله. قلت لها مني تصابيت وافقت باش غادي نشد شي حاجه نتبناها، اصلا جالسه غير بوحديتي، شديت ديك البنيه ربيتها كبرتها على اساس راه متوانسه انا وياها ما خاصها حتى خير،
كنسمح في راسي انا وكنسبق البنت باي حاجه، ما عمرني خليتها مخصوصه. ودابا تقول كاينين جوج اخرين قاص راهم حاملين، وحده راها باقا في الحبس قريبه تخرج تقلب لمن تعطي، وحده راها برا بقات لها 10 شهور وتولد حتى هي خاصها لمن تعطي. هادو راهم تيتاجروا خويا في الدراري الصغار. صافي راه بنادم اللي كيكون كيمارس الدعاره ويمارس السعايه راه يمارس بزاف ديال الحوايج، وديك البنت تبقى ضايعه. غير الا قالت كعطيتها قانوني نشوف هاد الوراق اللي قانوني ونشوف هاد الناس اللي راهم داوها باش انا نبقى مطمئنه، ماشي نبقى راها في دار الدعاره راهم تيسعوا بيها راها مقطعه راها دايره راه بالي مشوش على ديك البنت. عقلي غادي يخرج. ربي ساعه ما ينوس من صوره طالعه في 3 سنين يلا زايده ب 24 ساعه الزيسه بقى بقى الحيمه هي للام ديالها البيولوجيه اللي كتقول لك الام البيولوجيه ما عطاتهاش بالزول حتى في السبيطار، بايتها وحده حدا في السبيطار كترضع البنيه بزولتك ما عطيتيهاش لديك البنت ومسميه راسك ام باش بديك 9 شهور اللي هزيتي انت في كرشك. هذه هي الامومه، 9 شهور هي الامومه. ولي ربا وكبر وصرف وطاح وناض ومرض وما نعرف كيفاش. الناس ناعسين وحنا نتسراو على السبيطارات، الناس ناعسين وحنا نتسراو على الرباكات. فين كانت في ديك اللحظه؟ هي كانت في الاحضان، ما كانتش كتشوف ديك ساعات البنت كيفاش عايشه وبشهاده الحومه كامله. هبط عندهم واحد بواحد سولهو واش ديك البنت مخصوصه. الناس كيعيدوا بك سوايه كتعيد بجوج كراوي ثلاثه حوايجها كلشي مازال دات حوايجها تاعيات وحوايجها هما مازال كلشي عامر هنا. انا ما بغيتش اخويا ديك البنت تضيع، ما بغيتش ديك البنت يرميوها ليا في ديور الدعاره، ما بغيتش ديك البنت يبدا يسعاو بيها، ما بغيتش ديك البنت انا تشرد. ما بقيت عارفه انا ديك البنت لا حيه ولا ميته، غبروها عليا في خطره. وفي الاخر تيقول لك لا راه ما معطيه لا قانوني لا حتى شي حاجه، راه دات حتى شي وحده في عائلتها في العروبيه ديال اكادير. واش داك الوجه ديال العروبيه دا اكادير؟ هذه اللي من عائلتها هي وما كتولدش، علاش ما تعطيهالاش النهار الاول وتحل فيها العينين؟ ماشي حتى كبرتها هي انا وحلات فيا العينين عاد غيديها واحد اخر؟ راه تيلعبوا لها بعقلها. راه ديك البنت غتكبر معقده، ما عايشه مع الام اللي والداها، ما عاشش مع اللي مربياها، وغاديه من يد ليد. واش ما بقى عندنا قانون في هاد البلاد؟ واش ما كاين لا راي العام لا جمعيات لا والو؟ واش ما هاد الاطفال هادو واش ما كيبقاو حتى فشي واحد؟ وساعة اللي طالبتها انا تنقول لها اما تردي لي البنت اما ردي لي رزقي اللي خسرت على ديك البنت. بغيتي تجيبي لي البنت اعطيني رزقي اللي خسرت عليها، رديني بحال انا طامعه في البنت. انا ما كنتاجرش في البنت، ومن هذا المنبر كنقولها انا البنت ما كنتاجرش منها، انا ربيتها وربيتها احسن تربيه. وقيلا راه في السن ديالها هي اللي يلا عندها 2 شهور كيهضر بلونجلي، راه ما تلقاش شي دري صغير 2 شهور كيهضر معاك بلونجلي 1 2 3 حافظاهم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.